بعد ما كنت شغال في النادي الاهلي كمدرب عام، سبته ومسكت المحله. وكان في مباراه للاهلي والمحله سنه 2011، مظبوط؟ تقريبا 2011. لا لا 2002 و2003 يعني اقرب 2002 و2003 سبت النادي الاهلي، والنادي الاهلي رحب انك تروح تشتغل مدير فني في اي فرقه. كان الكابتن سبت المحله. النادي الاهلي لعب المباراه كان لازم يكسب عشان ياخد الدوري. انت لعبت بالروح الرياضيه اللي هي طول عمرك اخلاقك. الناس قالت لك ده مختار عشان لسه سايب النادي الاهلي، هيسيب المباراه للنادي الاهلي عشان ياخد الدوري. لعبت انت مباراه كانت مباراه عاليه جدا، وتعادلت وضيعت على الدوري العام على النادي الاهلي. هو ما كانش لسه الدوري ضاع، لكن كانت من الاسباب، سبب من الاسباب. في ناس من الجمهور اللي هم كانوا حوالين النادي زعلوا مني زعل شديد جدا. حتى كان في ناس فيهم يا ولاد طب هنعمل المفروض اعمل ايه؟ يعني هل المفروض ان انت تسيب؟ طب تسيب دي ازاي؟ يعني 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 يبقى ما عندكش ضمير. حتى أكيد لو كان أكيد النادي الاهلي يعني له باع كتير جدا في حياتك وله تاثير كبير جدا، فده امر طبعا كان صعب جدا يعني. كان صعب جدا. وانت لما بتعادلت انت من جواك زعلت ولا كنت فرحان؟ ما انا بس اتأصلت برد فعل الناس، لكن شرف ليا ان انا لو اكسب النادي الاهلي او اتعادل مع النادي الاهلي، اكيد ان ده حاجه هايله جدا بالنسبه لي. اكيد.